الحلقات والشوط الذي يسبق شوط الختام، شوط ما قبل الختام في تحديات ميدان الشيحانية باليوم 31 من شهر أكتوبر لعام 2013 بهذه الأجواء المميزة بميدان التحدي. الشوط 17 تعلن انطلاقته قبل لحظات، يحمل في طياته الكثير والكثير من المنافسات والمفاجآت من المضمرين العمالقة الكبار. ناخذ المركز الأول، وهنا ماركة الباز تتميز بسباقات الهجن العربية الأصيلة بأول الأسماء. الباز في المركز الأول لجبر بن جاسم بن ربيع الكواري في مقدمة الشوط. ناخذ اللي وصل بالمركز الثاني وتقدم من اللي هو نشوان لسيف بن علي بن سعيد الاكتبي في المركز الثاني. وفي المركز الثالث ناخذ اللي وصل في المركز الثالث، نتأخر يا أبو حمد، ناخذ المركز الثالث في هذه اللحظات وهو مبدع على المركز الثالث بشعار عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري في المركز الثالث. وفي المركز الرابع يا سلام يا ظبيان، ظبيان مع طالب بن صالح بن عقيل المري في المركز الرابع في هذه اللحظات. وفي المركز الخامس هذا قدوم الشبل وهذا شعار ابن، يا سلام يا سلام، سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت قادم مع غصاب، ولكن شعار المعاضيد صامد صامد مع شاهين علي بن راشد بن علي العلي المعاضيد يسجل هذا الناموس المسائي. اسعد الله مساك يا علي بن راشد يا بن علي المعاضيد بهذه اللحظات. السلام وين يا ابو حمد مشاهدينا الكرام؟ يا سلام غصاب 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 باللحظات الأخيرة، سالم بن عبد الله البخيت يا سلام يا سلام، والبخت مع البخيت يا سلام، الناموس مع سالم بن عبد الله البخيت، هذا الناموس هذا الانتصار في اللحظات الأخيرة. سالم يا سالم، سالم بن نواميس، سلامي لأبو سدرة على هذا الإنجاز. سالم بن عبد الله البخيت تهانينا له على هذا الإنجاز. المركز الثاني شاهين علي بن راشد بن علي المعاضيد، وفي المركز الثالث شعار سيد محمد بن سعيد بالدهن المري، وفي المركز الرابع مصيح لسالم بن سلطان بن رشيد، وفي المركز الخامس وصل هنا مبدع لسيد عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة. تهانينا والناموس لمالكي غصاب سالم بن عبد الله البخيت. والتوقيت الزمني لحظة الوصول، ها هو ملخص الشوط الماضي، وهذا الإبداع وهذا النزاع والصراع في ميدان التحدي في اللحظات الأخيرة. التوقيت الزمني لحظة الوصول 4:30 و86 جزء من الثانية. تهانينا لمالكي غصاب سالم بن عبد الله البخيت. في المركز الثاني شاهين علي بن علي علي بن راشد بن علي العلي المعاضيد، توقيتها زمني 4:31 82 جزء من الثانية. في المركز الثالث هنا من وصل شعار محمد بن سعيد بالدهن المري، والتوقيت شاهين 4:32 28 جزء من الثانية.